قلت لي انت تفسحني؟ خلص مشوار البنك ده وهفسحك. ازيك يا استاذ ضحى؟ ازي الصحه، اخبارك ايه؟ الشيكين دول عايز اضيفهم على الحساب وعايز اسحب 100,000 جنيه. ايوه بس استاذن حضرتك تستريح معايا شويه. استريح ليه؟ انا كل مره باجي لك بتخلصني في ساعتها. ده في المبالغ الصغيره بس يا استاذ ضحى، انما في المبالغ الكبيره الموضوع مختلف. يعني في مليون وانت طالع، دي اجراءات جديده حتى البنك المركزي. اجراءات ايه؟ عشان غسيل الاموال. مالك ريت يا استاذ ضحى؟ لا انا هقلق ليه يعني؟ دي عشان خاطر الفلوس اللي دخلت بطريقه غير شرعيه. سلاح، مخدرات، تهريب. لا اتفضل حضرتك استريح، وانا اول ما اخلص هنادي على حضرتك. ماشي اوكي. تعال. ايوه يا فندم. ضحى عبد الله اللي هنا قاعد قدامي اهو. عايز يصرف شيك بمليون جنيه. استاذ ضحي؟ نعم. ممكن تفضل معايا؟ ليه؟ هتعرف حضرتك لما تفضل معايا. تفضل. تمام، اتفضل. انا مش جايلك الفرح هنا تاني. ليه بس؟ عشان اللي بتعمليه والقلق ده. يا ستي كلميني في التليفون. تصدق شبهك قوي حبيبي. ده تشربوا ايه؟ لا مفيش، ده احنا هنتكل على الله. يوسف، كنت عاوزاك في موضوع كده. خير؟ الحقيقه مش عارفه ابتدي ازاي. في ايه يا امل؟ بتقلقيني زياده ليه؟ بتحب الرسم يا هيثم؟ خد دول وريني شطارتك بقى. اتفضل يا يوسف. اتفضل يا يوسف. من كام سنة كده كان عندنا عميل هنا في الفرع، كل شهر متعود يجي يقبض شيك ب 2000 دولار، وساعات يعني كل فترة المبلغ ده كان بيزيد، لحد حوالي من شهرين العميل ده فجأة اختفى. عادي، ممكن يكون سافر أو مات. جايز يكون مات. بس أنا مالي ومال القصة دي؟ اصبر عليا يا يوسف، جايلك في الكلام اهو. الشيكات دي ما وقفتش والعميل رجع يقبضها تاني. ماشي، يبقى طلع ما ماتش وكان مسافر ورجع من السفر. مش كده؟ ده التفسير الوحيد. بس مش هو ده اللي حصل. امال ايه اللي حصل؟ اكتشفنا ان في شخص تاني خالص هو اللي بيقبضها. شخص تاني ازاي يعني؟ شخص تاني يا يوسف. طيب انا زي ما قلت لك عندي ميعاد ومستعجل، فممكن نبقى نكمل القصه دي بعدين؟ اصبر عليا دقيقتين. هو السكيورتي لما انا دهلك من شويه قال لك ايه؟ استاذ ضحي اتفضل معايا. فهمت بقى يا ضحي انا عاوز اوصل لايه؟ طيب انا مضطر امشي بقى. يوسف انا ما خلصتش كلامي. زي ما انت عارف انا مديرة الفرع ده. قدامك 48 ساعة وتنهي كل معاملاتك هنا. على المستوى الشخصي انت عارف انا بقعد فين. لو حبيت تيجي تحكي لي انا مستعد اسمعك كأصحاب طبعا.
يلا يا سيدي. شوفي شوية. لا يلا. مع السلامة يوسف. معاشيك بمليون جنيه يا باشا.